على الفرحة دي دخلوها على مدينة طنجة وعبر طنجة وانتقلت جهة تطوان في المسلمة، وكذلك عبروا عن الفخر ديالنا والامتنان ديالنا على هذه الإنجاز الكبير اللي كتستاهل مدينة طنجة. وخا جاب الأخر وصلوا لي بفضل العمل ديال واحد الفريق كبير، وبغيت نشكر هذا الأساس هذا السيد الرئيس على العمل الكبير سعد حميد أبو شهاب، العمل الكبير اللي قام به. وكذلك القطار المغربي والمحلي المدرب سي مرابط على العمل الكبير. وكذلك الطريق اللي شرفتونا وصلتوا على المدينة كلها. التقني والفريق الإداري وكذلك الجمهور اللي كان ضل يلعب واحد الدور كبير وكبير جدا. ودابا كنظن التحدي يلا غيبنا، دابا واحد الفريق اللي غيتحدث عليه اللي دخل في واحد المنافسة كبيرة اللي كتستاهلها مدينة طنجة، هي ثالث أكبر مدينة في المغرب. يعني هذه البطولة اللي خذتها عندها ضرر واستحقاق وتستاهلها، ونتمنى من الله ان السنوات المقبله يمكن لها تبرز بفضل الجهود ديال الجميع انها تكون ديما في المراتب الاولى، خاصه ان صاحب الجلاله نصار الله كيعطي واحد قيمه كبيره لهذه المدينه هذه والقطاع الرياضي والمنجزات اللي امر بها سيدنا الله يسلمك كالقضيه الرياضيه وملاعب اخرى، كنظن غيدعموا اكثر واكثر باش طنجه تمشي في الطريق هذا ان شاء الله. وشكرا جزيلا.